أحمد، خلينا نتكلم عن مفهوم أنسنة العلامات التجارية، متى ظهر هذا المفهوم؟ هل هو مفهوم جديد؟ شوفي، خلينا نتكلم عن المفهوم الأنسنة بشكل عام، أنسنة العلامات التجارية. المفهوم هذا بدأ يظهر في السنوات الأخيرة مع توسع المنظمات والشركات في الاتجاه إلى المجتمعات الرقمية، مجتمعات السوشيال ميديا، واتجاههم بشكل أكبر للتسويق الإلكتروني. أصحاب الأعمال صار يعني أصبح عندهم إدراك أكثر في الوقت الحالي أهمية الحفاظ على انتباه المستهلكين، خاصة مع تزايد قنوات التسويق وتداخل الأسواق. فأصبح لديهم اهتمام أكبر في موضوع التواصل بشكل مباشر مع العملاء، بدلا من تعامل العملاء مع علامة تجارية جامدة أو مع علامة تجارية قد يعتبرونها أنها غير إنسانية. جميل جدا.